قلنا اسم شبيبة القبائل هذه اللي تلعب دوكا ماشي لا جياسكا اي جو دوموند كيما قلت مقبله يبدلوا لي كولور باسكو يا سي حناشي من فضلك انت واش قدمت لخا شبيبة القبائل الناس كامل يعترفوا بانك عطيت الفريق شبيبة القبائل الحق الوقت انت كي جيت شبيبة القبائل لقيتها الفوق على الاقل خليها الفوق لازمش تلعب جياسكا لتحت جياسكا اللي ولات كانها فريق تاع سي مخلوف البومباردي ماشي هذه جياسكا اللي يحبوها الشعب هذا الفريق اللي ولا ماناجر يجيب لك لي جوار اللي يلعبوا في 4 ديفيزيون تاع فرنسا ماناجر اللي ولا يجيب 13 جوار انا حسبت اسامي بن شريف بزوين بوطاجين عبد الجليل سي سالم نكاما كوسونا صفوان وشنو جياسكا يلعبوا فيها اسماء مثل هذه فريق كيما شبيبة القبائل اللي كانوا يتضربوا لي جوار كيما قال جمال مناد باش يلعبوا في شبيبة القبائل الان كاين لاعبين جازوا على شبيبة القبائل راهم في المرتبه او في القسم الثالث كانوا يلعبوا في جياسكا جياسكا ما يلعبوش فيها لي جوار تاع 3 ديفيزيون يلعبوا لي جوار اللي قدروا يجيبوا لو بلوس جياسكا ومنطقه القبائل اللي خرجت الشهداء وخرجت المجاهدين وخرجت الاسماء الكبيره واللي عندهم الاموال باش يحكموا شبيبة القبائل منطقه القبائل فيها الرجال ما تقدرش تلقى هذه المنطقه 11 لاعب يعرفوا يلعبوا كره قدم مستحيل فريق كيما شبيبة القبائل ما نقدوش نلقاو 11 نو يعرفوا يلعبوا كره القدم هذا الفريق اللي كان لافيرتي تاع الجيري رجعتوه مهزله من فضلكم استحيوا وان لم تستحي فافعل ما شئت ولكن ندوموندي منكم برحمه الوالدين احشموا خليوا لاجياسكا مواليها باسكو لاجياسكا كبيره وكبيره وكبيره بزاف.